FM. الكلمة ليك. بورتون هي قلعة كبيرة ما زلت ميمو، رغم ذلك نحب نرجع بربي النقطة مهمة اللي هي القاعة اللي المخصصة لتنس الطاولة. ما زلت ميمو راي معنات دولة متاع تنس الطاولة، كيفاش فما تويكا معناته دي كلوب توا خرجت أساميهم، بورتون عندهم دي سال معناها خير حتى من سال متاع ليكيب ناسيونال، ويجيبوا في الترابوسات ويدخلوا فلوس لبلادهم. احنا ما زلت ميمو ما عندها حتى شيء، كما قلت لك معناها ظروف كانت تهرب في الصغيرات مش معقول معناها على ذيك. وعليش حسب رايك هزار ولا انتوما علاش قلت لي دي كلوب معناتها فما استهداف المنزل تميم ولا شنو بالضبط؟ علاش مش لاهين بيكم؟ فما الكلوب الاخرين قلت لي مازالوا كيطلعوا عملوا لهم قاعات واحنا لا. والله حاجة ذي أنا مش عارفة سبب امتاحها الرئيسي، ولكن أنا يهمني أنا اللي يهمني التوى إن شاء الله. فما محسوبية، فما حسابات خرير مع أندية، فما معارف، فما كتاف، ما نعرفش أكيد هو المعرف الكتاف في أي بلاصة مني وفي أي دومين، فهمت؟ أما إن شاء الله ندي معناها باش المسلم تكون عندها سهلة مخاصة ليها. هاو فما هاو إن شاء الله. ونشكر المعتمد والوالي والوزير وما قاعدين يتعاونوا معنا، وإن شاء الله في أقرب وقت تكون عنا سالة. كابا فهم الكلمة ليك.